بتعيشها شوارع القاهرة والجيزة. النقل النهري من أهم أهدافه هو القضاء على مشكلة المرور أو على الأقل حلها. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المشروع أو عن تاكسي النيل، إزاي هيتم تطبيقه من خلال الأستاذ خير راغب مسؤول ملف النقل في صحيفة المصري اليوم. أستاذ خير أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ هاني. أهلا وسهلا، تحياتنا ليك أستاذ خير. يعني عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن النقل النهري وعن المراسي التسعة اللي هيتم إنشائها من أجل تطبيق تاكسي النهر. بص حضرتك، هو الفكره طبعا من جهه اكثر من سنه، فكره تفعيل موضوع تاكسي النهر والاتوبيس النهري، وتم تفعيلها اكثر في المؤتمر الاقتصادي عقد شرم الشيخ في شهر مارس اللي فات، وطرح المشروع ده، وفي عدد من المستثمرين تقدموا لي يعني. لكن هي الخلاصه بعيدة عن الشغل، توقيع المتفقات اللي بيتكلم عن النقل النهري، المشروع نفسه بيتكلم عن مخطة لاستيعاب 100,000 راكب يوميا. نعم. ده معناها يعني معناها تقليل حجم السيارات الخاصة، حوالي 2,000 سيارة خاصة تخش القاهرة أو وسط البلد أو القاهرة الكبرى يوميا. بيتكلم حضرتك عن زمن رحلة من حلوان إلى وسط البلد في 15 دقيقة. مقارنة طبعا في الأوقات الذروة بتوصل حوالي ساعة وأكثر من ساعة. نعم. ال يمكن تم في عمل دراسه جدوى مبدئيه وزاره النيل، وقسموا نهر النيل لست قطاعات. تمام. الست قطاعات دول، اول قطاع يبدا من كوبري امبابه حتى 15 مايو. ده طبعا عشان يخدم المناطق اللي هي الزمالك وجزيره ومجمع الفنون ووزاره الثقافه ومكتبه القاهره. القطاع الثاني من 15 مايو حتى كوبري 6 اكتوبر، وده يعني يعتبر اكثر الاماكن تميزا اللي بيخدم قصر النيل والجلاء ومسيره. نعم. وعندك القطاع الرابع يبدا من كوبري الجامعه جنوبا حتى كوبري قصر النيل، وهيمتد للمتحف الثوره وفندق الجزيره الوسطى وعدد من الاماكن الحيويه اللي في وسط البلد. والقطاع الخامس بيمتد لحد الجيزه، والسادس بيمتد لحد حلوان والمنيا. دي الدراسه المبدئيه، لكن انت بتتكلم على الساده المشاهدين بيتكلموا عن حاجات بيتمنى، واحنا بنقول في ظل عمليه اللي هي اخلاء اللي هي القاهره دلوقتي اصبح ما فيش اي تواجد للسيارات وفي خدمات نقل المواطن، فانت تعمل تفعيل لنهر النيل بشكل كبير جدا بحيث ان عمليه النقل تتم من نهر النيل وناس وعربيات حديثه تاخد الناس لاماكن شغلهم او الاماكن الحكوميه اللي عاوزين يخلصوا فيها اوراقهم. فهو مشروع الحكومه اعتقد ان هي بدات تقتنع بيه وتاخده على محمل الجد، لانه ما فيش دوله من الدول الاوروبيه يمكن اللي زار دول كتيره جدا بيعرف ازاي بيتم استغلال النهر هناك كوسيله نقل حضاريه، وهي وسيله بالمناسبه امنه، وسيله نظيفه، وسيله بتخفف الضغط عن المرور بشكل كبير جدا يعني. طيب، يعني فيما يخص بقى تلويث مياه نهر النيل او القلق من ان التاكسي ممكن يلوث او يزيد من تلوث نهر النيل، هل تم الوصول الى اتفاقيات او الوصول الى تطمينات نهائيه بان مش هيحصل اي مشاكل بيئيه من جراء هذا المشروع؟ طبعا هو دلوقتي عمليه التصنيع سواء للاتوبيس او سواء للانشات او سواء لجميع الوحدات النازله في النهر بتشتغل في النهر بيبقى فيها نظام اللي هي النظام البيئي او التاثير البيئي، والنظام الصحي بتبقى عالي جدا. هو هيبقى في اماكن لتجميع المخلفات بجوار كل مركز. فهنا العمليه دي بتبقى تحت قياسات كثيره. بس يعني فكره ان احنا خايفين عشان ملوثات نهر النيل عشان كده هنأجل الموضوع وندرسه، لا، لان العالم كله دلوقتي، اوروبا دلوقتي، اول حاجه بيبصوا لها في عمليه التصنيع هي البيئه. فهو بالنسبه له دي موضوع محسوم، انك انت مش هتاخد منه حاجه ملوثه للبيئه، هتاخد منه حاجه متحافظه على البيئه. هنا في مصر هو الاستخدام. ازاي هنعمل صيانه بشكل دوري بشكل منظم، ازاي نختار الاماكن الصح في عمليه المخلفات اللي بتطلع من القطع الوحدات النهريه. هو التاكسيات دي موجوده بالفعل ولا لسه سيتم؟ لا، هي لا، على فكره بالمناسبه هي موجوده، هي بدات من حوالي سنتين كده في شركه خاصه عملتها، يعني اشترت حوالي 8 وحدات لانشات كده سريعه بتعمل فيهم رحلات خاصه. وهل تم بقى تحديد يعني ده امال ايه الجديد دلوقتي حاليا؟ الجديد دلوقتي ده المشروع بتاع الحكومه، المشروع بتاع الدوله نفسها، المشروع بيشترك فيه مجموعه وزارات، بتشترك فيه وزاره النقل ووزاره الري مع محافظه القاهره
من خلال اتوبيس هيئه المال العام، شركه اللي هو هيئه المال العام، لان هي طبعا هي اللي بتشغل بتوبيسات العديل والاتوبيس النهر الحالي، ان هو يتم تفعيل من خلال شراء وتشغيل مجموعه قطع نهريه مختلفه. نعم. يعني في الاتوبيس النهر الكبير ده اللي يسع 50 واحد، تمام، في حاجه تاني بتسع 27، في لانشات تانيه صغيره بتسع 8، تمام، كل واحده حسب السعر بتاعها. يعني في ناس عاوزه تاخد اللي هو الحاجه السريعه، الحاجه اللي هتقف مثلا ثلاث محطات، في اللي عاوز ياخده محطه واحده، في الاتوبيس السريع ده اللي هو الاتوبيس اللي بياخد 50 واحد ده هيقف حوالي 8 محطات او 9 محطات على حسب الرحله نفسها. تمام. انا عايز اقول لحضرتك في البدايه خالص هو تم تقسيمه لست قطاعات، كل قطاع متحدد اسعار التذاكر الخاصه بالنقل؟ لا ما تحددش، فانك انت بتتكلم على كل شركه هتطرح سعرها على حسب الخدمه. وهي هي هي يعني هي كذا شركه مش شركه واحده؟ لا لا طبعا هتتفتح على مفايد، يعني كل يخش يقدم، مش يعني لسه الشركات ما تحددش الشركه اللي هتحصل على حق؟ لا لا لسه ده هيتم طرحه يعني؟ هيتم طرحه والاعلان عنه في حينه، بس هو الاهم انه تم الاتفاق. يعني قبل كده ما كانش في اتفاق، قبل كده كان في صراع ما بين القاهره والنقل والري والزراعه، طب المرسى فين؟ طب هي فين؟ طب مين اللي هيحسم الموضوع؟ دلوقتي اعلان خلاص في اتفاق، ففكره الاتفاق دي حلوه جدا. يعني دلوقتي يعني بقى في خطوه على التنفيذ مش مجرد اقتراحات. بالظبط، في تم الاتفاق على خطوه كده انه يتم التنفيذ، لانه الوضع انت جايب عمليه تطوير لمنظومه القاهره الكبرى، القاهره الحضريه. نعم. عاوز ترجعها من خلال جراجات، من خلال وسائل نقل الحديث، فنهر النيل جزء من المنظومه، فلازم كله يتعاون بحيث. نعم. انك انت تحدثه وتساهم في حل ازمه المرور، ويبقى ليك يعني القاهره طول عمرها كانت مدينه بيقاس بها معيار التقدم في الخمسينات والاربعينات، يعني وكانت تضاهي باريس وروما في كاجمل من اجمل العواصم على المستوى العالمي. نعم. جه الوقت اللي بذل فيه مجهود. طيب دي المعلومات، يعني دي المعلومات الصحفيه اللي عند حضرتك، ماذا عن رايك؟ هل رايك ان الفكره هتستمر بعد ما كان مقترح دلوقتي بقى في بعض التنفيذ، هتستمر وهيبقى في معالجة القصور اللي ممكن نبقى قلقانين منها فيما يخص تطوير وسائل النقل او ان احنا نحافظ عليها بشكل دوري علشان ما يبقاش في اي تلويث، ولا في اي قلق بالنسبه لك كواحد مطلع على الموضوع؟ بص انا طول عمري ان المواطن هو المعيار، ان الخدمه دي تستمر وما تستمرش. اعمل الخدمه وسيب المواطن اللي يحكم عليها، بس اقدم له خدمه كويسه. ثانيا لازم يطلع عليها قانون خاص منظم ليها، وشركة تكون تتحاسب بشكل فوري. وطول ما في محاسبة وفي خدمة بتتقدم وفي نتائج كويسة بتتم، اعتقد وفي اهتمام من الدولة انه ده جزء من المنظومة اللي مطلوب تفعيلها في الوقت الراهن عشان نرجع القاهرة مرة تانية كعاصمة تليق باسم مصر، نستطيع ان احنا ننافس فيها في احداثنا. هو ده اللي شجعنا. احنا عندنا جدول زمني لتحديد امتى هيبدا التنفيذ بقى بشكل فيما يخص الخطه الحكوميه للموضوع؟ واعتقد ان هو خلال الشهر الجاي هيبدا التفعيل الزمني، يعني من خلال طرح الموضوع على الشركات. تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خير راغب، مسؤول ملف النقل في المصري اليوم، نورتنا من خلال رايك بصوتك. بعض الارقام المهمه الحقيقه فيما يخص مشروع النقل النهري اللي هيتم تنفيذه في الفتره المقبله. هو بيتكلم ان كان الموضوع مجرد مقترح، ولكن ما دام دخل في فتره يلا بينا ننفذ، فده تطور على الاقل ملحوظ، ان هو بيبحث عن كيفيه نقل 100,000 راكب بشكل يومي في محافظة القاهرة والجيزة أو القاهرة الكبرى، وبالتالي ده هيساعد بشكل كبير جدا في حل مشاكل المرور واللي بيعاني منها المواطنين في كذا شكل من القطع البحرية أو القطع النهرية. عندنا أتوبيس هيبقى فيه بين 50 مواطن، ده بيمر مثلا في 8 محطات. عندنا وسيلة أخرى ممكن تنقل 27 مواطن، وسيلة أخرى تنقل 8 مواطنين، وهكذا على حسب حجم القطع. والأسعار هتحدد على حسب الشركات اللي هتدخل علشان تنافس على الحصول على هذه الخدمة. زي ما قال كمان في اتجاهات، سواء امبابة ل 15 مايو، عندنا من 15 مايو لكوبري اكتوبر، عندنا من كوبري الجامعة لقصر النيل، عندنا اتجاهات الجيزة وحلوان. دي كلها امور اعتقد ايجابية، ولكن الحديث عن ال